السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة أولاد هنتكلم على الجزء البراكتيكال بتاع النيورو فيما يخص البايو، يعني CSF examination. الموضوع ده أولاد أهميته بصراحة مش في يعني في الامتحان أو كده، لأن هو أعتقد في العمل يمكن ما يكونش عليه درجات كبيرة، لكن هو مهم جدا ليك كدكتور، لأن في كلام كتير جدا من اللي هنقوله النهاردة حضرتك هتشوفه في حياتك العملية، يعني هتتعرض لأمراض وهتشوف خاصة في حالات في الأطفال ومرضى في حالات المخ والأعصاب. هما دول أكتر حاجتين حضرتك هتتعرض لموضوع الـ CSF examination فيهم، فعايزك تفهم الحاجات اللي أنا هنبهك عليها مش بس عشان الامتحان، وعشان كمان ممارستك العملية. طيب، في البداية كده هتلاقيه بيقولك الـ CSF function. طبعا يا ولاد الـ CSF circulation بتاعته أو بيخرج منين ويروح فين، اعتقد انتوا عندكم في الاناتومي الكلام ده، اللاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل والفورث والكلام ده، اعتقد انتوا واخدين الكلام ده بالتفصيل في الاناتومي، فاحنا مش في مجال ان احنا نتكلم عليه في البايو. يعني احنا يهمنا النهارده اكتر حاجه نتكلم عليها الكومبوزيشن بتاعه، التكوين بتاعه هو عباره عن ايه، ونسبه البروتين ونسبه الجلوكوز والوايت بي سيز، وايه اللي يزود ده وايه اللي يقلل ده. ان شاء الله انتوا الكلام ده كده كده هتسمعوه بعد كده يعني، بس لو عرفتوا النهارده كويس هيفرق معاك ان شاء الله. طيب، في البداية عايزين نتكلم كده على الفانكشن، كلام يعني تمهيد بتاع ال CSF. ال CSF مهم في ايه؟ رقم واحد هو اكيد مهم كميكانيكال سبورت، طبعا بيحوط بالبرين زي ما حضرتك شايف كده، بيحميه مثلا من الصدمات. برضو له وظيفة اميونولوجيكال زي ما هنتكلم كمان شوية، وظيفة مناعية بيحمي البرين. طيب تلاقيه كمان بيقولك ان هو مهم علشان ان هو بينظم السريبرال بلاد فلو. ايه الكلام ده دكاترة، او هو يقصد بيه ايه بالظبط؟ بص حضرتك على الرسمة اللي فوق دي وانت هتفهم هو بيتكلم عن ايه. دلوقتي يا اولاد ده البلاد فيسل زي ما حضرتك شايف اهو، والبلاد فيسل ده داخل البرين، المفروض ان هو بيوصل دم للبرين زي ما انت شايف كده، تمام كده. طيب في قوتين، القوة اللي بره دي يا اولاد اللي هي بتضغط على البلاد فيسل زي ما انت شايف كده وعايزه تقفله، دي اللي هي بتاعه السي اس اف او بتاعه البرين تيشو. يعني البلاد فيسل موجود جوه البرين، فالماده بتاعه البرين بتضغط عليه عايزه تقفله من بره، والسي اس اف برضو بيضغط عليه عايز يقفله من بره، تمام كده. طيب البلاد فيسل برضو في قوه من جوه اللي هي بتفتحه، البلاد بريشر، ضغط الدم اللي جواه اللي هو اللي بالاحمر ده، ده بيقاوم بقى، بيقاوم الضغط اللي عليه من بره عايز يفتحه، عايز يخلي البلاد فيسل مفتوح دايما، ده اللي هو الايه، البلاد بريشر. احنا هنا يا ولاد بنتكلم عن المين بلاد بريشر اللي هو متوسط الضغط سواء بتاع الارتيريال او الفينوس، تمام كده. طيب بناء على الكلام ده يا ولاد، علشان يفضل البلاد فيسل ده مفتوح لازم يكون ضغط الدم اللي جواه اكتر من الضغط اللي عليه من بره، وده فعلا حقيقي فينا كلنا. متوسط البلاد بريشر يا ولاد بيكون حوالي من 60 ل 160 ملي متر ميركري، وضغط السي اس اف زي ما هنعرف كمان شوية حاجة بسيطة خالص، بيكون حوالي من 10 ل 15 ملي متر ميركري. فالحمد لله يعني ان ايه، الضغط اللي من بره ده مش كافي ان هو يقفل ايه، البلاد فيسل، فبيفضل البلاد فيسل زي ما حضرتك شايف كده مفتوح، وبيسمح لدخول البلاد الى البرين، تمام كده يا اولاد. طيب يبقى دول الثلاث وظائف يعني كده في البدايه بتوع السي اس اف. رقم واحد ان هو بيدي ميكانيكال سبورت، بيحمي كده البرين تيشو، وله وظيفه مناعيه زي ما هنتكلم كمان شويه، وكمان بيوازن او بيحافظ على السيريبرال بلاد فلو. خلاص كده اتفقنا يا دكاتره. طيب عايزين نتكلم بعد كده على اول حاجه بقى، دي يعتبر اول حاجه تهمنا بقى، لان هنا دلوقتي الكلام على الكومبوزيشن بتاع السي اس اف. السي اس اف ده عبارة عن ايه، التكوين بتاعه ده عبارة عن ايه، تعالوا كده اما نشوف مع بعض. في البداية كده هو بيقول لي ان السي اس اف ده دكاترة بيترشح او بيتكون من الايه، البلازما اهو، يعني دي البلاد فيسل اهي، وهي بترشح او هي دي اللي بتكون الايه، السي اس اف، تمام كده. فهو الاستراكشر بتاعه او الكومبوزيشن بتاعه قريب جدا من الايه، من البلازما، باستثناء حاجات كده هنخلي بالنا منها. رقم واحد الاستثناء الاولاني ان هو البروتين كونتنت فيه قليلة جدا، بروتين فري يعتبر، يعني ما فيهوش تقريبا بروتين خالص.
ليه؟ لان زي ما انت شايف كده حجم البورز بتاعه البلاد فيسل او البلاد برين بارير بتبقى قليله، لا تسمح بمرور البروتين اللي هو حجمه كبير زي ما انت شايف كده. تمام، بس انا لو عايز اقول يعني رقم تحديدي او رقم اكيد للبروتين، نسبه البروتين يا اولاد في السي اس اف بتكون حوالي 35 ملي متر ملي جرام سوري بير دي سي لتر، نسبه صغيره خالص. مقارنه بقى بالبلازما بالدم بتاعنا، انتوا اكيد تعرفوا تركيز البروتينات في البلازما يا اولاد بيكون اسمع كده حوالي 7 جرام بير دي سي لتر. شوف هنا بالملي جرام نسبة صغيرة خالص، 35 ملي جرام، لكن في البلازما النسبة بتكون ايه زي ما اتفقنا 7 جرام، نسبة كبيرة خالص، يعني كمية البروتينات في السي اس اف صغيرة خالص، ايه لا تذكر يعني. تمام كده. طيب ايه كمان مهم عايزين ناخد بالنا منه؟ رقم 2 اهي نكتبها هنا كده، الجلوكوز يا اولاد. الخلايا محتاجة ان هي تتغذى، فلازم السي اس اف يحتوي على جلوكوز. نسبة الجلوكوز في السي اس اف تكون نسبة كويسة يعني قريبة تقريبا من البلازما، حوالي 60 ملي جرام بير دي سي لتر، يعني نسبة كويسة. خلاص كده. طيب ايه كمان يا اولاد مهم برضو عايزين ناخد بالنا منه؟ خلي بالك كده بيقولك ان الكلورايد كونتنت بيبقى اعلى او اكتر من بتاع الايه البلازما. خلاص، يبقى هو في حاجة ناقصة عن البلازما اللي هي البروتين، نسبة البروتينات فيه قليلة خالص تقريبا مش موجود فيه بروتين، لكن نسبة الكلورايد فيه بتكون أعلى من نسبة الكلورايد في البلازما، ونسبة الجلوكوز بتكون قريبة يعني. الأوزمولاريتي يا ولاد بتاعته أو البي اتش بتكون تقريبا زي البلازما بالظبط. خلاص كده، دكاترة متفقين على الكلام ده. ده بس في البداية كده تمهيد كده بإيه، بيعرفك الدنيا فيها إيه، أو السي اس اف ده الكونتنت اللي فيه عبارة عن إيه بالظبط. بعد كده دكاترة وبيكلم حضرتك على حاجة اسمها ال CSF testing. الجدول يا ولاد اللي هو محطوط عندكم في أول تاني صفحة من ال CSF ده، اللي هو فيه الجلوكوز وال pH والصوديوم والكلام ده، ده ما اعتقدش ان هو عليكم حفظ، انت بس ممكن تعلم فيه عن الحاجات ايه المختلفة يعني. يعني علم كده، بص لو حضرتك بصيت على الكلورايد هتلاقي هو كاتب لك ايه، ان الكلورايد نسبته في ال CSF 119 وفي البلازما حوالي 103، يعني هو اعلى اهو في السي اس اف. وممكن تعلم كمان على الجلوكوز، الجلوكوز نسبته 60 ملي جرام وفي البلازما حوالي 90 ملي جرام. في البروتين زي ما قلنا دي اكتر حاجة مميزة ان هو 35 ملي جرام وهناك حوالي 7 جرام. تمام كده، لكن الباقي بقى البي اتش والاوزمولاريتي والحاجات دي والصوديوم حاجات كلها متقاربة ما بين ده وده، يعني مش فارقة هما الاتنين زي بعض. خلاص كده. طيب العنوان اللي جاي اللي هو السي اس اف تيستينج ده تمهيد، يعني انا عايزك تكتب عليه كده ان هو قراءه. ليه قراءه؟ هو بس بيكلمك بيقولك هو انا لو فحصت السي اس اف ده انا هستفيد ايه، يعني ايه الحاجات اللي ممكن الاقيها، ليه ممكن اخد عينه من السي اس اف وابص عليها، هتلاقيه بيدردش معاك كده. لكن هو اصلا كمان شويه صغيرين هتلاقيه بيكلمك فيزيكال وكيميكال، يعني انا لو فحصت الكالر بتاعه هستفيد ايه، لو فحصت البروتين هستفيد ايه، لو فحصت الجلوكوز، هياخد كل نقطة ويحللها بدقة يعني. فدي دردشة بس. خلاص، بس تعال نقولها برضو عشان ما نبقاش سايبين حاجة يعني. السي اس اف تيستنج انا لو بصيت على السي اس اف ممكن تستفيد شوية حاجات. اول حاجة ممكن الاقي فيها ولاد بروتين، وزي ما هنعرف احنا هنتكلم عن الجزئية دي بالتفصيل لان هي مهمة جدا دي ليك انت كدكتور بقى. البروتين ده اولاد ممكن يكون انتي بودي، يعني انت ممكن تقيس البروتينات الموجوده في السي اس اف تلاقي نسبه البروتين عليت بقى. فايه الاحتمالات؟ هنعرف دلوقتي حالا كمان شويه كده بالتفصيل بقى ايه اللي ممكن يعلي البروتين. بس ممكن تكون رقم واحد انتي بودي، ممكن تكون اجسام مضاده، ممكن تكون سيلز، يعني ممكن يكون البروتين ده عباره عن خلايا، خلايا مناعيه مثلا زادت، خلايا كانسر هنفهم كمان شوية، التهاب مزود لي عدد خلايا الدم البيضاء هو ده اللي رافع لي نسبة البروتين، هنعرف الكلام ده كمان شوية. خلاص تمام. بعد كده هنسمع كمان شوية عن بروتين اسمه أمايلويد، الأمايلويد بروتين ممكن تكونوا سمعتوه في الباثولوجي، ده بيبقى موجود في البرين يا أولاد في مرض مشهور قوي اسمه الزهايمر ديزيز، هنتكلم عنه ده كمان شوية، وهنعرف في الألزهايمر ايه البروتينات اللي ممكن تكون عالية في السي اس اف.
خلاص كده. ممكن كمان لو فحصت CSF تلاقي blood، تمام كده. خدتوا انتوا في الطب الشرعي الكلام ده بالتفصيل الممل، عندكم شابتر بيتكلم عن الهيد انجري والنزيف واللي يعمل نزيف الساب اراكنويد وساب ديورال، وخدتوا انتوا الكلام ده كله في الطب الشرعي، تمام خلاص. ممكن رقم 4 حضرتك تلاقي ايه، تيومر سيلز، صح؟ في اورام ربنا يعافينا ممكن تطلع في السي ان اس، هنعرفها كمان شويه. ممكن حضرتك تلاقي انفلاماتوري سيل اللي هي الخلايا بتاعه المناعه في حالات مثلا المننجايتس اللي هو الالتهاب السحائي، نتكلم عنه كمان شويه، هنعرف ايه انواعه وايه الحاجات اللي ممكن تزيد او كده. خلاص محدش بقى يقول لي ايه انت الحته دي قلبتها او قلتها بسرعه، ده هو ده اصلا اختصار للثلاث صفحات اللي جايين، يعني احنا لمده 3 صفحات هنناقش كل واحده دول بدقه، وهقول لك كلام ان شاء الله ممكن يفيدك باذن الله. خلاص كده. طيب تعالوا نعرف الاول انا ازاي ممكن اخد عينه يا اولاد من السي اس اف، ده بيتاخد منه عينه ازاي. فموضوع السي اس اف ديليفري ده يعني احنا بنسحب العينه ازاي بتاعه السي اس اف. ان شاء الله يا اولاد انتوا هتشوفوا الكلام ده في الاطفال وفي حالات المخ والاعصاب، تلاقي الدكتور بتاع المخ والاعصاب لو شاكك مثلا ان الشخص ده عنده التهاب سحائي من انجايتس، او لو طفل شاكين ان عنده الكلام ده، قوم جايين على طول ايه ساحبين له عينه من السي اس اف. طيب اول حاجه البوزيشن، يعني الشخص اللي انا بسحب منه العينه ده بيبقى قاعد ازاي. في احتمالين، الاحتمال الاولاني يا اولاد ان هو يكون سيتنج، يعني يكون قاعد عادي، او يكون في الوضع ده. الوضع ده يا شباب بيسموه كده فيتال بوزيشن، اللي هو زي وضع الجنين مقرفص على نفسه كده وهو نايم على الجنب، خلاص. وانت بتيجي زي ما انت شايف كده بابره اهو من ظهره كده، وتقوم جاي ايه ساحب العينه بتاعه السي اس اف. طبعا انا مش عايز اقول لك ان موضوع سحب السي اس اف ده لازم طبعا يبقى اندر كومبليت سترايل كونديشن، يعني ابقى المكان اللي انا فيه مكان معقم ونظيف جدا، وظهره اكون ماسح الجزء ده كده بكحول كويس قوي ومعقمه، والدنيا تكون نظيفه، عشان هي مش ناقصه ان انا ادخل له حاجه مصيبه جوه السي اس اف، تمام فاهمني. فطبعا يعني الكلام ده مفروغ منه. طيب انا بخش بالابره بتاعتي فين بقى؟ قالك انت بتخش بالابره بتاعتك في المكان اللي يكون الايه السباينال كورد انتهى فيه، لان انا مش عايز اعمل انجري للسباينال كورد. خلاص بص كده، فاحنا هندخل تحت L3 لمبر 3، يعني عاده بنخش ما بين لمبر 3 ولمبر 4، ممكن تحت شويه ما بين لمبر 4 ولمبر 5، ممكن ما بين لمبر 5 و S1 الساكرا الواحد، تمام. بس اشهر مكان بندخل فيه يا اولاد هو اللي ما بين لمبر 3 هنا كده ما بين لمبر 3 ولمبر 4، ممكن ما بين لمبر زي ما قلت لك 4 و5 او 5 و S1، بس ده عادة يعني ايه اشهر مكان. زي ما سيادتك شايف كده، بص كده هنا السباينال كورد اهو انتهى، خلاص. تحت السباينال كورد يا اولاد بيبقى فيه زي شوية فيلامنت كده، بص هنا كده اللي هي ايه الجزء ده كده كله عبارة عن فيلامنت، اعتقد انتوا سمعتوها في الهيستولوجي او الاناتومي سوري، بيقولوا عليها ايه ليجامنتم فليفوم. كلمة فليفوم دي اكيد ده عارفينها، يعني اصفر، بيبقى زي شوية الياف كده موجودة ايه تحت السباينال كورد كده، خلاص عشان ما اذيش السباينال كورد. وبيبقى مقوس ظهره، يعني الفيتال بوزيشن ده بيبقى مقوس ظهره عشان ارفع السباينال كورد بقدر الامكان، تمام كده، عشان اضمن ان انا مش هعمل انجري السباينال كورد. وبنخش بمنتهى، شايف الدكتورة لابسة ماسك اهي، حتى قبل الكورونا والكلام ده كله، وتبقى طبعا لابسه الحاجات معقمه والكلام ده، وتخش تاخد العينه بتاعه السي اس اف. خلاص كده تمام، يبقى احنا عرفنا ازاي بنسحب العينه بتاعه السي اس اف. طيب حضرتك هتستفيد ايه بقى لما تسحب العينه بتاعه السي اس اف دي؟ هاخدها بقى اعمل لها فيزيكال وكيميكال اكزامينيشن، افحصها بقى كويس قوي، ودي الحاجات المهمه اللي احنا هنستفيد بيها دلوقتي زي ما هنشوف حالا. طيب اول حاجه يا اولاد في الفيزيكال اكزامينيشن، تعالوا كده اما نبص مع بعض، اللي هو البريشر الضغط بتاعه. يعني هتلاقي بيقول لسيادتك كده ان البريشر بتاع السي اس اف بيكون حوالي 100 ملي متر ووتر و 200 ملي متر ووتر. طبعا البني ادم لو لاينج، لو نايم على ظهره الضغط هيبقى اقل، لو قعد الضغط هيزيد شويه وهو سيتنج، تمام. الكلام ده يعادل يا اولاد بالمليمتر مركي بقى حوالي 10،
مليمتر ميركل، الكلام اللي احنا قلناه في بداية الموضوع خالص، يعني من 8 ل 15 حوالي كده 10 مليمتر ميركل. خلاص كده. طيب ايه اللي ممكن يزود البريشر بتاع السي اس اف يعليه عن 10 مليمتر ميركل كده زي ما اتفقنا؟ رقم واحد يا شباب، زي ما انت شايف كده ممكن يكون في تيومر في البرين، التيومر ده واخد مساحه مضيق المكان يخلي الضغط السي اس اف ما عادش بقى ايه حر كده ان هو يتحرك في مكان كبير، لا المكان صغر او ضاق عليه، فنتيجه لكده الضغط هيزيد. خلاص. طيب ممكن برضو يكون في بليدنج، صح كده، يعني يكون في شويه دم، فالدم ده برضو يبقى كميه السائل الموجود بالسي اس اف ده هيزيد، يبقى البريشر هيزيد. طالما انا محصور في مكان محدد والسائل ده فيه بلد كده عمال، يعني مثلا تخيل كان كمية السي اس اف 10 ملي، اضاف لهم 10 ملي كمان بلد بقى 20 ملي، وهم في مكان ثابت، المكان ما زادش ولا حاجة، هي نفس المساحة، يبقى الضغط هيزيد. زي بالظبط لو 5 أو 10 قاعدين في أوضة، هي لنفس الأوضة دي جه عليهم 15 أو 20 واحد زيادة، يتكربسوا، الضغط يزيد في الأوضة. خلاص تمام. طيب ايه كمان بقى يا ولاد؟ ان الدريننج بتاع السي اس اف ده ولاد حصل فيه ايه؟ obstruction، سد. الobstruction ده له اسباب كتيرة بقى، يعني ممكن وراثيا القنوات اللي بتصرف السي اس اف دي تبقى ضيقة، في اطفال بيتولدوا بالحكاية دي، بنسميها كده هيدروكيفالوس، يعني كفالو الدماغ بقى هيدرو مليان مية. خلاص. او ممكن يا ولاد ما لو حصل التهاب في السي اس اف والالتهاب ده بعدها حصل بعده فيبروزس، يقوم يقفل الايه الفتحات اللي بتعمل دريننج كده للسي اس اف، فالدرينج زي ما انت شايف كده لو اتقفل، لو اتسد السكه اللي بتعمل دريننج، برضو السي اس اف هيتراكم ويحصل زياده في البريشر. خلاص كده يا ولاد. يبقى اللي يزود البريشر بتاع السي اس اف ان في حاجه ضيقت المكان زي التيومر او البليدنج، او ان الدريننج بتاع السي اس اف حصل فيه اوبستراكشن، وقد يكون السبب الاوبستراكشن ده وراثيا ان القنوات دي اتسدت، او حصل فيبروزس قفل الفتحات اللي بتدرين السي اس اف، يوم الضغط بتاع السي اس اف ايه يزيد. خلاص كده تمام. طيب هل في بقى حاجات ممكن تقلل الضغط بتاع السي اس اف؟ ايه بقى اللي يقلل البريشر؟ زي ما بنقول احنا اتفقنا مع بعض من شوية ان السي اس اف ده بيتكون او بيجي منين؟ من البلازما او من البلد. فلو حصل حاجة قللت البلازما فوليوم او البلد فوليوم، زي حالات ايه كده؟ ممكن مثلا الهيموريدج، حصل لواحد نزيف، او دي هايدريشن، او شوك، صح، واحد حصل له حادثة وفقد كمية دم كبيرة، او طفل صغير عنده ترجيع او اسهال بقاله فترة طويلة وفقد كميات كبيرة من السوائل، كل ده هيعمل ايه في البلازما فوليوم؟ يقلله، يقوم السي اس اف فوليوم يقل برضه. خلاص كده. دي بقى عايز انبه حضرتك عليها، انت سمعتها في الطب الشرعي بس انا برضو ايه عايز افكرك بيها كده. لو حصل يا اولاد كده فراكشر، سواء انتيريور كرينيال فوسه او ميدل كرينيال فوسه، ها يقوم الدريننج بتاع السي اس اف يزيد حبه بقى من السي اس اف دول، لو في الانتيرير كرينيال فوسه ممكن يهرب ميه من المناخير، تلاقي السي اس اف نازل من المناخير كده، يقولوا على الحاله دي كده راينوريا، او الميدل كرينيال فوسه لو حصل فراكشر في الميدل كرينيال فوسه ممكن السي اس اف تلاقيه نازل من الودان، اوتوريا. خدتوا انتوا الكلام ده في الايه الطب الشرعي؟ خلاص. انا فاكر والله يا ولاد وانا في الانف والاذن كان في دكتور محمود عبد العزيز كان بيشرح لنا السكشن، فكان بيقول لنا كده، كان بيشرح لنا الراوند، كان بيشرح لنا على الحاله يعني، فبيقول جات له حاله عندها سائل نزل من المناخير كده، فالدكاتره بقى لفت على دكاتره انف واذن كتير عمالين يكتبوا لها دواء للرشح، مش عارف حاجات تقلل الزكام، مش عارف ايه، اتاري الست دي السائل اللي نازل من المناخير بتاعها هو سي اس اف، عندها سي اس اف راينوري. فخلي بالك من الحالات دي اللي ممكن يكون في سي اس اف نازل من الانف راينوريا او من الاذن اوتوريا، وده غالبا بيحصل مع حالات الفراكشر سكال بيز، الانتيريور كرينيال فوسا والميدل كرينيال فوسا.
وهنعرف ازاي في اختبار بسيط خالص هنعرفه في نهاية السي اس اف يعرفك اذا كان السائل اللي نازل من الانف او من الاذن ده سي اس اف ازاي، يعني في بروتين مميز جدا 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 مش موجود غير في السي اس اف، هنعرفه في نهاية الموضوع ان شاء الله، اسمه بيتا 2 ترانسفيرين، هنعرفه باذن الله واحنا بنتكلم في اخر الموضوع خالص. خلاص يا اولاد، يبقى اللي يزود البلاد بريشر سوري السي اس اف البريشر بتاعه زي ما اتفقنا مع حضراتكم بيكون حوالي 10 مليمتر مركري، اللي هو يعني يقابل 100 مليمتر ووتر. بيزيد لو في حاجات مضيقه المكان زي تيومر هيموريدج، مش عارف في اوبستراكشن للدرينج بتاعه، وده حالات الهيدروكيفالس زي ما اتكلم. اللي يقلل البريشر رقم واحد احنا قلنا السي اس اف ده جاي من البلازما، فلو في حاجه قللت البلازما زي نزيف زي هيموريدج زي شوك دي هيدريشن يقوم السي اس اف كميته تقل، او يكون بيتسرب في فتحه او في فراكشر بيسرب السي اس اف ده على بره زي فريكشر انتيرور وميدل كرينيال فوس، يهرب من المناخير او يهرب من الودان. خلاص كده يا اولاد، ده بالنسبه للجزء الاولاني في الفيزيكال بروبرز اللي هو الايه البريشر. الحاجات التانية بقى في الفيزيكال بروبرز عبيطه وهبله خالص. الكالر بتاع السي اس اف بيكون كالرلس، انا مش هقعد اقرا الكلام الاهبل ده، يعني ممكن يتغير يبقى لون احمر لو في نزيف، يبقى لون اصفر لو في معرفش بيليروبين او لو في صديد، كلام يعني سهل جدا. الاسبكت بيبقى كلير، بيبقى شبه الميه. امتى يبقى تربد معكر؟ لو في نزيف، لو في صديد، لو في معرفش انفكشن، اي كلام. برضو الفيسكوسيتي بتاعته بتكون لو فيسكوسيتي، يعني بيكون سائل خفيف كده زي الميه. امتى يبقى الفيسكوسيتي بتاعته تقيله برضو كده، يبقى لزج شويه؟ طبعا بقى مع اي حالات الانفكشن، مع حالات الصديد، لو في بروتين زياده، الكلام ده كله يعني حاجات كلها مش مميزه يعني او ما فيهاش حاجه تتشرح. خلاص طيب، تعالى نتكلم بعد كده على شوية حاجات مهمة برضو، مهمة جدا بقى الجزئية دي اللي هي السي اس اف كيميكال بروبرتيز. ايه الحاجات اللي انا بدور عليها في المعمل كيميكالي بقى في المعمل كده؟ الجلوكوز والبروتين، دول اكتر حاجتين انا بدور عليهم. فتعالوا الاول نتكلم عن الجلوكوز وبعدين نتكلم عن البروتين. خلاص كده، اول حاجة هنبص عليها هي الجلوكوز. زي ما اتفقنا معاكم ان نسبة الجلوكوز في السي اس اف بتكون حوالي 60 ملي جرام بير دي سي لتر. خلاص، ايه يا اولاد اللي ممكن يقلل نسبة الجلوكوز؟ لو في منطقي يعني الجلوكوز هيقل لو في خلايا بتستهلك الجلوكوز ده، زي مثلا لو في انفكشن يعني بكتيريال سيل ممكن ان هي تاكل الجلوكوز ده. خلاص، لو في تيومر، تيومر سيلز برضو ممكن ان هي تستهلك الجلوكوز ده. خلاص يا اولاد، يبقى نقص الجلوكوز يعني في حاجة بتاكل في الجلوكوز، او الخلايا بتاعت المناعة اللي هي تيومر بتاعت الهيومن سيلز، المهم ان في خلايا عمالة ايه تستهلك الجلوكوز ده وخلاص. خلاص تمام كده. طيب البروتين ده بقى، وده بصراحة يهمنا اكتر، يعني اتفقنا مع بعض في اول موضوع خالص ان نسبة البروتين في السي اس اف قليلة حوالي 35 ملي جرام بير دي سي لتر، واتفقنا ان هي ما بتدخلش، البروتينات ما بتدخلش السي اس اف عشان مين بلاد برين بارير، البورس اللي فيه صغيرة ما مش بتعدي يعني. خلاص كده. طيب هنتكلم بقى مع بعض شوية دلوقتي يا ولاد عن بعض الامراض اللي ممكن تزود نسبة البروتين. كل الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي لمدة 5 أو 10 دقايق مش مطلوب منك خالص، انا بس علشان ايه، انت طول ما انت بتقرا في الموضوع هتقعد تسمع عن امراض، فعشان ما تقعدش تكررها وانت ما انتش فاهمها او تكتب حاجة في مكان مش مكانها، فدقيقتين بس اسمع كل مرض ده عبارة عن ايه عشان وانت بتكتب تبقى فاهم يعني. خلاص، احنا هنتكلم دلوقتي عن الكوزس اللي بتعمل ايه، اللي بتزود البروتين ان سي اس اف. خلاص كده، تعال ما نبص كده. اول حاجه يا ولاد، في مرض اسمه مالتيبل سكليروزس اللي هو ده كده. خلاص، ايه المالتيبل سكليروزس ده؟ المالتيبل سكليروزس ده عباره عن اوتو اميون ديزيز، اظن انتوا سمعتوا قبل كده كتير عن كلمه اوتو اميون ديزيز. كلمه اوتو اميون ديزيز دي يا دكاتره يعني المناعه بتاعه الجسم بتاعتي اتجننت، المفروض ان المناعه بتهاجم الاجسام الغريبه، لا المناعه حصل فيها خلل وبقت بتهاجم الحاجات الطبيعيه اللي موجوده جوه الجسم. خلاص كده، في المرض ده يا ولاد اللي هو المالتيبل سكليروزز زي ما انت شايف ده النورمال مايلين شيز، هنا بقى بيتكون انتي بوديز اجسام مضاده زي ما انت شايف كده بتروح تقطع في المايلين شيز ده. خلاص كده، تاكل فيه تلاقيه متقطع كده بالمنظر ده. طيب
لو عملنا يا ولاد للشخص ده اشعه مقطعيه، بص حضرتك كده بتبان الايه الحتت البيضه اللي انا بعلم لك عليها دي، الاجزاء البيضه دي زي دي كده برضو. الاجزاء البيضه دي يا ولاد بتمثل الدي مايلينيتنج، دي مايلينيتد نيرف، اي اللي هي الحتت دي كده دي تمثل الدي مايلينيتد نيرفز. فهو لما بص يا ولاد على منظر الاشعه المقطعيه بتاعت الشخص ده بانت فيه زي بطش بيضه كده، ففكروا ان العيان ده البرين بتاعه فيه ايه سكليروزس. كلمة سكليروزس تساوي كلمة فايبروزس، يعني كأن في تليف في البرين بتاعه. خلاص كده تمام ماشي كده يا شباب. طيب فالمرض مسمينه مالتيبل، يعني في حتت او بقع كتيرة فيها سكليروزس، فيها تليف، يعني فيها حتت كتيرة فيها فايبروزس، والاجزاء دي تمثل الدي مايلينيتد نيرفز، لان المايلين شيس من الاخر بتاع العيان ده يتقطع، بتاع السنترال نيرفس سيستم المايلين شيس اتقطع. طبعا المايلين شيس انتوا عارفين من الفسيولوجي ان هو بيسرع الكوندكشن، فلما المايلين يتقطع يقوم التوصيل بتاع الاشارات في الجهاز العصبي يبقى بطيء جدا وممكن يقف. خلاص فالعيان ده طبعا بما عنده مشاكل في الاعصاب في ايديه ورجليه، بما عنده مشاكل في البرين نفسه، مشاكل في التركيز في المود، ممكن يحصل له باراليسز كده يعني. خلاص البتاع ده المرض ده ان شاء الله تعرفوه في النيورو بالتفصيل، انا بس بقول لك كلمه علشان ايه تبقى فاهم الكلام المكتوب عندك، ما تقعدش تكتب اي كلام كده. قبل ما اتحرك من الجزئيه دي انا عايز اعرف هو إيه؟ ليه برضو البروتين بيزيد في الحالات دي؟ ما انا بقول لك علشان العيان ده فيه في السي اس اف بتاعه اوتو انتي بوديز، صح؟ مش احنا لسه متكلمين الكلمه دي، قلنا ان في انتي بوديز بتهاجم المايلين شيز. طب ما الانتي بوديز دي عباره حضرتك عن بروتين، يبقى نسبه البروتين في السي اس اف هتزيد، صح كده؟ تمام ماشي، معلش استحملني، انا عارف ان انا غلست عليك زودت عليك معلومات، بس يعني ايه علشان بس ما تقراش كلمه ما تفهمهاش دلوقتي. ده ولاد ده المايلين شيز، المايلين شيز بيبقى عباره عن طبقات كده اللي هي تحت بعضها دي. خلاص ربنا سبحانه وتعالى ولاد خالق بروتين اللي هو اللي بالاحمر اللي انا بعلم لك عليه ده، كل وظيفته ان هو زي بيوصل الطبقات بتاعه المايلين دي، بيلزقها كده في بعضها، اسمه كده يا ولاد اسمه مايلين بيزك بروتين. خلاص المايلين بيزك بروتين ده لو انا جيت على المايلين شيز ده دكاتره وقمت جاي قاعد مقطع فيه كده، فالبيزك بروتين ده هيتحرر هيطلع، وانت لما جيت بصيت في السي اس اف هتلاقي فيه البروتين الاحمر ده اللي هو المايلين بيزك بروتين، ده دليل ان المايلين شيز ده ايه اتقطع. خلاص يا دكاتره يبقى اول مرض بيزيد فيه البروتين، كلمتين بقى عشان نبقى عارفين نكتبهم، الايه مالتيبل سكليروزس، ده عباره عن مرض مناعي اجسام مضاده بتهاجم المايلين شيس وبتقطعه. خلاص يقوم لو انا عملت له اشعه مقطعيه يبان في المخ حتت بيضه كده اللي هو بيقولوا عليها سكليروزس، دي تمثل الاجزاء اللي ما عادش فيها ايه مايلين، سموه مالتيبل سكليروزس عشان كده. خلاص طيب في المرض ده زياده في البروتين ليه؟ عشان حاجتين، رقم واحد الاجسام المضاده الانتي بوديز اللي بتهاجم المايلين شيس هتبدا ان هي تزيد في السي اس اف، وتاني بروتين مميز ده هتلاقيه مكتوب في اخر صفحه عندك خالص في السي اس اف، بس بنقول كل حاجه على بعضها. مايلين بيزك بروتين ده بروتين بيوصل طبقات المايلين ببعضها، لو المايلين اتقطع البروتين ده هيتحرر ويبدا ان هو يزيد فين؟ في السي اس اف. خلاص كده يا ولادي يبقى ده اول مرض اللي هو المالتيبل سكليروس. تعال نبص على المرض اللي بعده، مرض يا ولاد اسمه جويلان باري سندروم، ده ان شاء الله هتعرفوه في الاطفال. خلاص كده ده عبارة عن ايه كده عشان نبقى فاهمين؟ ده عبارة عن طفل او حد يعني جاله جاسترو انتستينال او ريسبيراتوري انفكشن، يعني جاله عدوى في الجهاز التنفسي في الرئة مثلا او في زوره في الحلق او كده، او جاله دور اسهال نزلة معوية جاسترو انتستينال ديزيز. خلاص المهم بعد ما المرض ده خف جهاز المناعة مفروض ان هو هيكون انتي بوديز تروح تهاجم ايه البكتيريا، صح؟ ما هو ده المنطقي يعني. قال لا برضو جهاز المناعة غبي بقى هيتجنن برضو ويقوم جاي مطلع انتي بوديز بتهاجم النيرف سيلز يقوم يدمرها بقى. خلاص كده ده برضو خلل في المناعة. تمام المميز في المرض ده كلمة اللي انا رسمها لك ان الشخص ده بيحصل له حاجة زي ما انت شايف كده اسمها ايه ascending paralysis. خلاص برضو الشخص ده بيبقى عنده انتي بوديز في السي اس اف ومفروض ان هي بتهاجم النيرف سيل والكلام ده. خلاص بس المميز في المرض ده ان هو بيبقى عنده حاجة اسمها ascending paralysis، يعني ايه رجله الاول يحصل فيها مشاكل وبعدين يطلع الموضوع على فوق على ايديه وبعدين يوصل للعضلات بتاعة التنفس. شوف
ال sequence ascending يعني واخد من تحت لفوق، فبيقولوا عليه ايه ascending variants. برضو ده مرض اولاد بيبقى فيه زياده في البروتينات اللي هي تمثل الانتي بوتس. خلاص كده يا دكاتره؟ تمام، يبقى احنا برضو عرفنا المرض اللي اسمه جوليان باري سندروم. خلاص طيب. بعد كده كمان يا اولاد عندنا حاجه اسمها ايه الزهايمر ديزيز، مشهور جدا طبعا الالزهايمر ديزيز ده. خلاص طيب، ايه الالزهايمر ديزيز ده؟ ليه برضو بتزيد في البروتينات؟ قبل ما نتكلم بس على الالزهايمر ديزيز، عايز بس انبهك على كلمه واحده في المرض يا اولاد اللي هو بتاع الجولان باري سندروم ده، بيبقى فيه زياده في البروتين اللي هو يمثل الانتي بودي وزود increase in cells، فبيقولوا عليه كلمة ولاد اسمع كده، بيقولوا عليه سايتو البيومينيس ديسوسيشن. يعني ايه؟ عايز بس افهمك الكلمة دي دلوقتي يا ولاد. لو في خلايا زادت في السي اس اف، منطقي ان لو الخلايا زادت، من الخلايا دي الجدار بتاعها فيه بروتين، يبقى منطقي ان لو الخلايا زادت البروتين هيزيد. خلاص كده؟ لكن اسمع، اللي يعمل سايتو البيومينيس او بروتين يعني ديسوسيشن، يعني ده يبقى منفصل عن ده، يقصد ان البروتين زايد بس الخلايا ما هياش زايده، يعني ده زايد وزود انكريز ان سيلز. اللي يعمل كده المرض ده اللي اسمه جولان باري سندروم. هتعرفوا الكلمه دي ان شاء الله في البطنه وفي الاطفال، ان الشخص ده عنده زياده في البروتين وزود انكريز ان سيلز، الاميون سيل ما هياش زياده ولا حاجه. خلاص كده دكاترة اتفقنا على الكلام ده. دي مش مكتوبة عندكم يعني، بس عشان لو شفتها تبقى ايه، تبقى فاهم هو يقصد ايه يعني بالكلمة دي. خلاص طيب، تعالوا نكمل تاني على اسباب زيادة البروتين. هتلاقي موجود عند حضرتك مرض مشهور تسمع عنه اسمه ايه، الزهايمر ديزيز. وبالمناسبة هو في ايه الا هو في الاول بالانجليش، فاسمه مش زهايمر، اسمه الزهايمر ديزيز. خلاص طيب، الشخص ده اولاد ليه بيبقى عنده زيادة في البروتين؟ الموضوع بيبقى مقسوم لحاجتين، يعني في بروتينين بيزيدوا، واحد فيهم او الاتنين تقريبا هو جايب سيرتهم عندكم كمان شوية. بص كده حضرتك، ادي رقم واحد اهي، ده البروتين الاولاني. ايه يا عم المشكلة؟ المايكروتوبيولز بتاعت النيرف سيل، بص اهي اللي هو رسمها لي دي، فيها بروتين اسمه كده، بص الاسم ده تاو بروتين، تي اي يو. ايه التاو بروتين ده؟ اهو اللي هو اللي بالازرق ده، بص اللي انا بعلم لك عليه ده وده وده. ده يا ولاد بيحافظ على المايكروتوبيولز سليمه، حافظ عليها كويس. خلاص في المرض اللي هو الالزهايمر ديزيز ده يا ولاد، تركيب التاو بروتين ده بيتغير، فبص كده يحصل ايه للمايكروتوبيول، تتكسر بالمنظر ده بتاعه النيرف سيل، تتكسر بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، ويبدا التاو بروتين البايظ ده بص حضرتك كده يتجمع ويعمل تانجلز. تانجلز يعني زي تجمعات كده، تقوم جايه ايه رايحه بقى على النيرف سيل ومبوظاها. خلاص كده، يبقى اول بروتين هتلاقيه جايب لك سيرته برضو في اخر صفحه خالص، بيبقى زايد في الالزهايمر ديز، اسمه تاو بروتين. التاو بروتين ده بروتين موجود طبيعي، مفروض ان هو بيحافظ على الاستراكشر بتاع المايكروتوبيول، يحافظ عليها سليمه. البروتين ده في الالزهايمر ديزيز التركيب بتاعه بيتغير ويبدا يتجمع على بعضه زي ما حضرتك شايف كده، يعمل تجمعات وحشه تبدا كده تترسب على النيرف سيل وايه وتبوظها. خلاص، يبقى البروتين الاولاني اللي بيبقى زايد اسمه ايه، تاو بروتين. خلاص، ايه تاني برضو؟ ده اظن انتوا سمعتوه يا اولاد في الباثولوجي، اللي هو الامايلويد بليك او الامايلويد بروتين، اهو ده رقم اتنين اهو، اللي هو اللي بالاصفر ده، بيعمل بليكس كده زي تجمعات بطش كده تقعد تترسب برضو في النيرف سيل وتبوظها. خلاص كده، يبقى في حاجتين او في بروتينين يا دكاتره في الالزهايمر ديزيز بيبقوا زياده، سواء الامايلويد بروتين اللي هو اللي بالاصفر ده، او البروتين اللي اسمه تاو بروتين اللي انا كلمتك عنه دلوقتي. بس المهم في النهايه ان الالزهايمر ديزيز في شويه بروتينز بتبقى زياده في السي اس اف، يبقى ده برضو من اسباب زياده البروتين. خلاص، يبقى احنا اتكلمنا يا اولاد على ثلاث امراض بيزودوا البروتين. المرض الاولاني اللي هو المالتيبل سكليروزس، الانتي بودز اللي بتكسر المايلين شيز، مع المايلين بيزك بروتين، البروتين اللي هو كان بيربط المايلين شيز ده هيتكسر برضو ويبدا ان هو يزيد في السي اس اف. خلاص،
المرض التاني جوليان باري سندروم، ده برضو في اجسام مضاده كانت مفروض رايحه تهاجم البكتيريا غلطت وراحت تهاجم النيرف سيل، فبرضو في انتي بوديز زياده في السي اس اف. رقم 3 دكاتره قلنا المرض اللي اسمه الالزهايمر ديزيز، والالزهايمر ديزيز ده بيكون فيه زياده في الامايلويد بروتين، بيكون فيه زياده في التاو بروتين. خلاص كده. طيب رقم 4 دول سهلين بقى مش محتاجين لهم رسمه. رقم 4 من اسباب زياده البروتين التيومرز، لان التيومرز برضو بيبقى فيها بروتين، والبروتينات دي سواء يعني خلايا بتاعه التيومر دي والخلايا دي برضو فيها بروتينات، يوم نسبه البروتينات دي تزيد، او مع حالات المننجايتس. المننجايتس ده طبعا يا دكاتره اللي هو الالتهاب السحائي، فبيبقى فيه برضو انفلاماتوري سيلز، وبيبقى فيه مع الانفلاماتوري سيلز دي برضو ممكن الخلايا بتاعه البكتيريا. طبعا كل الحاجات دي عباره عن بروتينات تؤدي الى زياده نسبه البروتين بتاع السي اس اف. خلاص كده يا دكاتره. طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن حاجه اللي هي انت ازاي في المعمل بقى ازاي بتقيس نسبة الجلوكوز وازاي بتقيس نسبة البروتين، البرنسبل الاساس العلمي، والحاجات دي يا اولاد عندنا في البايو مهمة فخلي بالك منها. تعال اما نبص كده نعرف ازاي بنعمل جلوكوز اسي، ازاي بنقيس نسبة الجلوكوز. طبعا يا اولاد الجهاز اللي بيقيس نسبة الجلوكوز سمعنا عنه في سنة اولى اسمه سبكتروفوتومتر، ده جهاز بيعتمد على لون معين، درجة اللون اللي بتتكون بتقدر ان هي تديك نسبة للجلوكوز معين. بمعنى ايه؟ تعالوا كده اما نشوف هو بيتكلم في ايه واحنا هنفهم اكتر ايه الجهاز ده او نفتكره مع بعض. تمام. طيب دلوقتي انا هجيب الجلوكوز زي ما حضرتك شايف، وبعدين اقوم جاي حاطط على الجلوكوز ده اولاد الانزيم اللي اسمه مكتوب عند حضرتك اللي اسمه جلوكوز اوكسيديز، من اسمه كده هي اكسد الجلوكوز، يعني هقوم جاي جايب الجلوكوز بص حضرتك وفي وجود الميه وفي وجود الاكسجين O2 وH2O. خلاص بص كده ايه اللي هيحصل، هقوم جاي واخد من الميه الاو دي واقوم جاي اولاد ضايف الاو دي على الجلوكوز، الانزيم اللي اسمه جلوكوز اوكسيديز يأكسد الجلوكوز يحط الاكسجين دي على الجلوكوز، يقوم الجلوكوز يا اولاد يتأكسد ويطلع لي حاجه سمعناها في سنه اولى اسمها جلوكونيك اسيد. خلاص يبقى انا اكسدت الجلوكوز بوجود الجلوكوز اوكسيديز بالاكسجينه دي، قام جاي مطلع لي ايه الجلوكونيك اسيد. خلاص طيب ايه بقى اللي هيتبقى؟ بص هيتبقى من دي كده O2 اهي والH2، يعني هيتبقى لي H2O2 مركب نسمع عنه يا دكاتره اسمه كده هيدروجين بيروكسيد. خلاص يا دكاتره يبقى دي الخطوه رقم 1 ان انا اكسدت الجلوكوز بالجلوكوز اوكسيديز طلعت جلوكونيك اسيد، اتبقى من الميه H2 مع الO2 دي بقت H2O2 اهي H2O2 مركب اللي اسمه هيدروجين بيروكسيد. خلاص كده. طيب تعال نشوف الخطوه رقم 2، الهيدروجين بيروكسيد ده دكاتره هيشتغل عليه انزيم اسمه بيروكسيديز. تعال اما نبص كده مع بعض ايه اللي هيحصل، اقوم جاي جايب جزيء H2O2 وكمان جزيء H2O2 في وجود الانزيم اللي انا بقول لحضرتك اسمه البيروكسيديز انزيم، ساعات بيقولوا عليه كده BOD بيروكسيديز، يقوم يكسر ال H2O2. بص بقى بيكسره ازاي، صح معايا، هقوم جاي جايب يا اولاد ال H2 دي اهي ضايفها على الجزيء الثاني ال H2O2، H2 مع H2O2 يقوم يطلع لك جزئين ميه، صح كده؟ طيب خلاص يبقى الخطوه الثانيه جبت جزيء يا اولاد H2O2 وجزيء كمان، خدت من واحد هيدروجينتين ضفتهم على الثاني H2 اتضافوا على ال H2O2 بقى 2 H2O جزئين ماء. خلاص ايه بقى الحاجة اللي هتتفضل يا اولاد؟ اهي ال O2 دي، صح كده؟ اهي يبقى زائد O2 اهي. كويس تمام. في مركب بقى يا اولاد في الخطوة رقم 2 دي يمثل اكسجين اكسبتور، مستقبل للاكسجين اللي طلع ده، المركب ده هتلاقيه مكتوب عندك كده اسمه فينول، ومركب تاني اسمه 4-amino antibyrin. يبقى الاكسجين اللي طلع ده في مركب تاني واقف مستني اللي هو الفينول والفور امينو انتي بايرين، ما يصدق ان في اكسجين طلع
ويقوموا جايين ماسكين معاه ثلاثة مع بعض، يقوموا جايين مكونين لأولاد مركب لونه أحمر. اسم المركب الأحمر اللي بيتكون ده يا أولاد اسمه كده كوي نون. خلاص كده، يبقى أنا في النهاية يا أولاد في نهاية التجربة خالص هيطلع لي مركب لونه أحمر، صح؟ بص بقى حضرتك كده، كل ما كانت نسبة الجلوكوز في العينة عالية، تمام، كل ما تكون، بص، الأكسجين اللي هيطلع اللي هيتاخد ده يأكسد الجلوكوز لجلوكونيك أسيد، كل ما كان نسبة الجلوكوز في العينة عالية كل ما تكون نسبة كبيرة من ال H2O2. بص على الخطوة التانية، لو عندك نسبة كبيرة من ال H2O2 دي متكونة، يبقى كمية الأكسجين اللي طالعة من المعادلة رقم 2 دي هتكون كبيرة، وكل ما كان الأكسجين ده نسبته كبيرة يبقى هيتكون من المركب الأحمر ده كمية كبيرة، المركب اللي اسمه كوينون. إذا بص كده على أول المعادلة، لو في جلوكوز كتير وعلى آخر المعادلة هيتكون كوينون كتير. يبقى شدة اللون الأحمر يا أولاد المتكونة في النهاية دي بتعتمد على كمية الجلوكوز في العينة، لو في جلوكوز كتير هيطلع كوينون كتير، لون أحمر كتير، لو في جلوكوز قليل يطلع كوينون قليل. وبالتالي في الجهاز بقى اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت اللي اسمه سبكتروفوتومتر، من خلال شدة اللون الأحمر اللي طالع ده يقدر يقول لك نسبة الجلوكوز في العينة قد ايه بالظبط. خلاص كده يا دكاترة، يبقى تعالى نراجع كده الحتة دي قبل ما نخرج من الجزئية دي. يبقى احنا الأول يا أولاد هنجيب جلوكوز، الخطوة هي خطوتين، واحد واتنين. الخطوة الأولانية نجيب جلوكوز وبنزيم اسمه جلوكوز أوكسيديز، من اسمه هو بيأكسد الجلوكوز، ياخد الجلوكوز يأكسده بالأكسجين. خلاص، يتبقى يا ولاد من الميه هيدروجينتين اهم مع الاو 2 دي، يبقى او 2 واتش 2 يتكون لك H2O2. خلاص، اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، ادي اول خطوه. اجي على الخطوه الثانيه بانزيم اسمه بيروكسيديز، واقوم جاي يا ولاد مكسر ال H2O2 اللي طلع ده، هجيب اتنين H2O2 واخبطهم في بعض، اخد من واحد H2 واضيفه على ال H2O2 الثانيه، يوم يتكون جزئين ميه. يتفضل لي الاو 2 دي اهي طلعت، الاو 2 دي الاكسجين ده مستني مركب اسمه فينول ومركب تاني اسمه فورامينو انتي بايرين، ما يصدقوا ان الاكسجين ده طلع، ياخدوه يتحدوا معاه ويكونوا لي ماده اسمها كوينون، ماده لونها احمر. كلما كان الجلوكوز نسبته عاليه في العينه كلما كانت نسبه الكوينون المتكونه دي عاليه، وانا من شده اللون دي هقدر احدد نسبه الجلوكوز قد ايه. خلاص يا اولاد. تاني حاجة احنا عايزين نعمل بروتين اساسي، يعني عايزين نقيس نسبة البروتين في العينة. طيب تعالوا كده اما نبص، هجيب يا ولاد حاجة اسمها لوري اساسي، دي الطريقة المستخدمة. الريجنت اللي احنا بنستخدمه يا ولاد زي ما حضرتك شايف كده بيحتوي على النحاس ثنائي التكافؤ. خلاص، يبقى انا ده الريجنت اللي انا هستخدمه في نحاس زي ما حضرتك شايف كده، نحاس ايه؟ ثنائي التكافؤ. خلاص، طيب ايه الرسمه اللي مرسومه جنب النحاس ده؟ ده اولاد البروتين، زي ما احنا عارفين البروتين في سنه اولى كان بيحتوي على البيبتايد بوند اللي حضرتك شايفها دي، ان اتش ماسكه مع سي او كده اسمها بيبتايد بوند، ان اتش مع سي او دي اسمها بيبتايد بوند. خلاص كده، فهقوم جاي حاطط الريجنت ده على البروتين اللي موجود معايا، هيحصل ايه بقى؟ يوم يا ولاد النحاس اللي موجود في الريجنت ده يروح يمسك في البيبتايد بوند، بالتحديد بيمسك مع مجموعة الامينو اللي هي ال NH دي، ويمسك مع ال NH التانية اهي كده بالمنظر ده كده، ويبقى شكله CU بس يبقى احادي التكافؤ. خلاص ماشي كده، اتفقنا؟ تمام. يبقى دي اول خطوة في خطوات اللوري السي، ان الريجنت اللي انا بحطه بيحتوي على على نحاس ثنائي التكافؤ، بيتفاعل مع البروتين، بيمسك بالتحديد مع ال NH بتاعة البيبتايد بوند ال NH اهي، ويبقى نحاس احادي التكافؤ. وطبعا حضرتك هتلاقيه ايه، زعلان او مكتئب بالمنظر ده لانه بقى ثنائي التكافؤ. هيجي بقى في الخطوة اللي جاية التانية دي اللي يحصل، يجي الفولن الراجل الطيب ده يلاقي النحاس زعلان قاعد بيعيط، يقول له انت ليه زعلان؟ هيقول له اصل انا كنت ثنائي التكافؤ ولما دخلت في التفاعل ده بقيت احادي التكافؤ. يقول له خلاص ما تزعلش، انا كفولن انا راجل اوكسيدايزنج ايجنت، انا عامل مؤكسد، انا هرجعك ثنائي التكافؤ تاني زي ما كنت، ما تزعلش. زي ما حضرتك شايف كده الفولن اللي هو الاوكسيدايزنج ايجنت
حول النحاس اهو من احادي التكافؤ، رجعه تاني زي ما كان ثنائي التكافؤ، فتلاقي النحاس خلاص ايه بقى مبسوط بقى خلاص، ما عادش احادي التكافؤ، ما عادش زعلان. طيب بس دايما يا اولاد الراجل الطيب اللي بيقدم للناس الخدمات هو الموضوع بيجي على دماغه في الاخر. ففولن بعد ما اكسد الحديد النحاس من احادي لثنائي التكافؤ، فولن ذات نفسه بقى هيحصل له ريدكشن. نعرف الحكاية دي من الكيمياء، ان الاوكسيدايزنج ايجنت العامل المؤكسد هو ذات نفسه بيحصل له ريدكشن. ففولن ده لما يحصل له ريدكشن هيتحول لمادة اسمها مولبدنم بلو، اسمها مش مهم، المهم ان هي زي ما اسمها باين كده لونها ايه، لونها ازرق او لونها بلو، يعني في النهاية هيتكون عندي مادة لونها ازرق. واكيد كل ما كانت اولاد نسبة البروتين في العينة زيادة، كل ما كانت نسبة المولبدنم بلو او المادة الزرقاء اللي اتكونت في النهاية دي عالية، وبالتالي من خلال شدة اللون دي اقدر احدد نسبة البروتين في العينة. خلاص كده تعالوا اما نراجع تاني على اللوري اسي اللي احنا اشتغلنا عليها دي. قال لي في الخطوة الاولانية انا هجيب ريجنت، الريجنت ده اولاد عادة بيكون كبريتات نحاس، المهم ان هو في نحاس ثنائي التكافؤ، يقوم النحاس يتفاعل مع البروتين يمسك مع البيبتايد بوند، اهو هو كان داخل التفاعل ثنائي التكافؤ، يقوم يتحول لنحاس احادي التكافؤ ويزعل زي ما انت شايف كده، يقوم مين اللي بيصالحه بقى زي ما قلنا، مادة اسمها فولين. فولين ده ايه، عامل مؤكسد اوكسيدايزنج ايجنت، يجي يرجع النحاس من احادي يرجعه تاني زي ما كان ايه ثنائي التكافؤ. بس الفولين ده للاسف هيحصل له ريدكشن، اختزال، تحول لمادة اسمها مولبدنم بلو، مادة لونها ازرق، فشدة اللون الازرق او كمية المادة الزرقاء اللي متكونة دي بتتناسب مع كمية البروتين في العينة، يعني طالما في لو في بروتين كتير هيبقى عندي نحاس احادي كتير، ففولين نسبة عالية منه اللي هيحصل لها ريدكشن، فنسبة اللون الازرق في الاخر اللي هتتكون هتبقى ايه، عالية. خلاص يا اولاد الطريقة دي بتستخدم كتير قوي عندنا، اسمها فولين اسي. خلاص يا اولاد. تحت بقى يا ولاد الفولن دي هتلاقي حضرتك كده اخر صفحة موجود عندك شوية كلام كده بسيط هنقراه، بس نعدي عليه بسرعة لان احنا قايلين معظمه. يعني اول حاجة المايلين بيزك بروتين، المايلين بيزك بروتين ده قلت لك ان هو بيبقى موجود في المالتيبل سكلروزس وشرحناه واحنا بنتكلم من شوية. اللاكتيت يا شباب دي مميزة جدا، عايزك تعلم على ان هي بتزيد في حالات البكتيريال انفكشن، البكتيريا ولاد بتعتمد في الغذاء بتاعها على الجلوكوز وقوم تطلع لاكتيت. الخلايا المناعيه يا اولاد اللي هي النيتروفيل اللي بتيجي تهاجم البكتيريا، نسبه الانزيم اللي هي بتطلعه اللي اسمه ال دي اتش ده بتبقى عاليه، فهتلاقي في حالات البكتيريا الانفكشن اللاكتيت زياده دليل ان انا بحرق جلوكوز كتير، وال ال دي اتش كتير دليل ان في خلايا مناعيه نيتروفيل كتير. الكلام ده ما بيحصلش في الفيرال، فبيقول لك لو لقيت نسبه اللاكتيت عاليه يبقى ده بكتيريال انفكشن مش فيرال انفكشن، سواء اللاكتيت او اللاكتيت دي هيدروجينيز. خلاص كده. طيب بص كده على الصفحة اللي بعدها تلاقيه بيقول لك برضو عندك ايه تيومر ماركر، ممكن انتوا تكونوا سمعتوا الحكاية دي في الباثولوجي، تيومر ماركر اللي هي بعض الدلالات بتدل على الاورام زي حاجة اسمها كارسينو امبريونيك انتجين سي اي اي، الاميلويد قلنا ان الاميلويد بيتا ده بيزيد في حالات الايه الالزهايمر ديزيز اللي هو البروتين اللي كان لونه اصفر اللي انا قلت لك بيترسب في البرين وريتهولك من شويه. بيتا 2 ترانسفيرين ده مهم قوي يا اولاد، ايه اهميه البروتين ده دلوقتي؟ لو واحد جه يا اولاد بينزل سائل كده من مناخيره او من ودانه، اعرف منين ان السائل اللي نازل ده سي اس اف ولا لا؟ قال لك البيتا 2 ترانسفيرين ده ما بيبقاش موجود غير في اي سائل في الجسم غير في السي اس اف، فلو انا مسكت السائل اللي نازل من مناخيره ده وحللته لقيت فيه بيتا 2 ترانسفيرين يبقى ده سي اس اف على طول. خلاص يا اولاد قلت لكم ان دي طريقه مهمه جدا عشان اعرف السائل اللي نازل ده سي اس اف ولا لا. خلاص طبعا ممكن اعمل بي سي ار، البي سي ار ده يا اولاد بيساعدني ان انا اعرف النيوكليك اسيد بتاع الفيروس، يعني حتى في التحاليل العاديه كورونا فيروس لو عايز اعرف اتاكد ده كورونا ولا لا اجيب الدي ان ايه بتاعه وافحصه اتاكد ده كورونا فيروس ولا لا. خلاص الانتي بودي برضو دي ممكن نكتشفها بالاليزا، قلنا ان في امراض كتيره بيبقى فيها انتي بوديز يا اولاد زي الجولان باري سندروم زي المالتيبل سكليروزس الكلام ده كله. خلاص يا اولاد انا حاولت بقدر الامكان، يعني انا عارف ان الموضوع ممكن يكون تقيل عليكم شويه لان في تفاصيل لسه ان شاء الله هتاخدوها بعد كده،
في البطنة وفي المخ والأعصاب وفي الأطفال، بس حاولت بقدر الإمكان إن أنا أوضح لكم الحاجات اللي مطلوبة منكم، وأتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق يا أولاد بإذن الله. أي حاجة يا أولاد أنتم محتاجينها أو شايفين إن هي محتاجة تعديل أو لو اتعملت هتبقى أحسن، ممكن تكتبوها لي في الكومنت، وأنا والله بحرص إن أنا دايما أي كومنت أقراه، ولو في أي حاجة ممكن أعدلها بعدلها يعني بإذن الله. خلاص يا أولاد، أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.